السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ليمان ستارز، حياة من الجزائر من بجاية تحديدا. إذا نقولكم أولا جمعة مباركة، إن شاء الله تقبل منا سائر الأعمال، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي تكون رضا من الله والوالدين علينا والحمد لله. إذا قبل ما أبدأ الفيديو من فضلكم دائما وأبدا نقولها، ما تنساوش من فضلكم اللايكات هي لتطلع لا فيديو والبارطاج فيديو او ماكسيموم باش هكذا يستفادوا كامل العائلات. وتاني من فضلكم شكرا على التعليقات الجميله جدا، شكرا على المشاركه، شكرا على كل شيء. اذا اليوم جبت لكم واحد الحلوه، صدقوني صدقوني كي ديروها راح تعتمدوا عليها اكيد. كروستيونت هكذا، شوفوا كيفاش قطعتها صغيره، يعني جات متحفه الله الله، ومدايره بالعسل ولا كونفيتور. تبعوا فقط الخطوات حبيباتي، راكم تنجحوا عليها باذن الله. يعني اليوم نقول شيف ليمان ستارز لان يعني بشهاده، ماشي انا اللي اعطيت اللقب هذا، لكن بشهاده من المشاهدين الاوفياء توعي، يعني القنوات او الحساب اللي اعطوا لي هذا اللقب، وانا شوي فريمون كونتونت، شوي فريمون فيير. ان شاء الله هكذا تدعمونا باش هكذا نديروا الاكثر الاكثر وتحققوا الهدف. يلا اذا نجيبوا لهنا ان ريسيبيون، نجيبوا هكذا بيضه فقط مع قرصه تاع الملح. لهنا نجيب نص كيلو تاع السكر، لهنا السكر لهنا نقصت فقط من السكر، ضربت فقط ربع من الكيلو من السكر. نجيبوا الفويه حبيباتي، نخلطوا البيضه تاعنا حتى يعني تولي البيضه تاعنا رايحه لطبياض، ولازم نمزجوا الملح والسكر حتى يذبل لنا السكر. لهنا بيان سور في الحلويات دائما تاع نحب الفانيلا والليمون، نعطروا هذا نسمو هذا الخليط بلافاني. ولهنا نجيبوا حبيباتي لهنا ملعقه كبيره من الزبده، الزبده تكون طريه بيان سور باش تساعدك في الخدمه. جي ميلونج بيان بالخلاط اليدوي بالفوي لهنا، حتى شوفوا كيفاش الخليط جاهايل. لهنا فقط ندير فقط شويه فقط، يعني قيس هكذا قطره من عطر الكراميل او اللوز الحلو، انا درت اللوز الحلو. لهنا نصف كيلو ربع كيلو عفوا ربع كيلو من الزيت بيان سور. راكم تلاحظوا يعني كي ندير حاجه لازم نخلطها، كي ندير حاجه لازم نديرها بالفوي باش تنسامج، باش يعني تدخل فقط يعني تدخل في بعضها باش الخليط ينجح لنا. لا فارين هنا ما نقدرش نقول لكم شحال، دلوق شوفوا القوام تحصلوا عليه بيان سور مع السيار تاعنا ولا الصفايه، لازم نصفيه. وندير لهنا ملعقه من الخميرات الكيميائيه لو بيكين باودر. اذا لهنا جو ميلونج تري بيان بالفوي، نحركوا لهنا بيان سور مازال الخليط راهو جاري، نحركوها تري بيان باش يعني نزمجوا كامل كما قلت لكم الخليط تاعنا. شوفوا كيفاش يبيض، يعني لهنا ببيضه واحده وملعقه كبيره من البيض نديروا حلوه ولا اروع بالشاي تاعك ولا بلان فيكانتي فيكان كافي بوركوا با، مليحه تري سهرات لذيذه جدا جدا. لهنا نزيد لافارين بيان سور، لهنا جد انواع وانواع من لافارين. لهنا المكون السحري لهنا اللي درت هو بيكربونات يا حبيباتي، بيكربونات يخلي الحلوه تاعك هشيشه كوستيونت وبنينه بنينه. ولما عندكش يعني بيكربونات يعني معليش عوضيها بملعقه من الخميرات الكيميائيه البيكين باودر بيان، راكم فاهمين اوكي. اذا لهنا نزيد ملعقه صغيره من العسل، العسل يا البنات لهنا تعطي لها واحد الذوق هايل، وميم طون تعطي لها واحد الاحمرار، يعني وقت تشوفوا الاحمرار تاعها كي نخرجوها من الفرن. بمناسبه الفرن لهنا قبل ما نبدا الخدمه شعلت الفرن تاعي 180 درجه، لازم الفرن يكون تشعلوه اولا وابدا. لهنا لازم نستعمل اليد لان بدات الخليط يثقل، اذا نجيب لافارين ولهنا ما نعجنوش بيان سور، لاباط سابلي تاعنا ما تعجنش، فقط نجمعوها حتى نتحصلوا على هذا الخليط الجميل، العجينه الجميله جدا. شوفوا لهنا خدت لي حوالي هكذاك جوج كيسان وانيس، يعني سا ديبون لافارين تاعك، كاين اللي تشرب كاين ما تشربش. نجيب البلاطو هذا، اذا البلاطو هذا عفوا دهنتو فقط بقطره تاع الزيت، ولا نرشو بالفرينه باش ما تلصقناش اكيد العجينه تاعنا. لهنا درت فقط بيضه، لهنا انت تقدري تحبي تضعفي المقادير تضعفي، ولا تحبي ديري هكذا ان غرو بلاطو.
اذا لهنا لازم نسوي هاي البلاد كامل باليد، خدي راحتك لهنا باش تجينا هكداك، ماشي يعني جهه هابطه جهه طالعه، لازم تحفو نديرو عمل راقي. شوفوا لهنا نجيب لا كوبا تاعي نرقها كامل هكذا، نسقمها في الكوتي و تحفوها بيان سور. شوفوا لهنا فقط كيما طبطلي فوالا. لهنا ندخلها يا حبيباتي في الفرن على 180 درجه، لازم تتحمرنا تري تري بيان من التحت من الفوق. لهنا نجيب يا حبيباتي العسيله هكذاك، ونجيب لهنا حوالي ملعقتين كبيرتين من المعجون، معجون تاع المجمج ولا اي معجون تحبيه. لهنا بيان سور لازم نفتحوها بالماء الورد، الماء الزهر او الفلور دورونجي، باش لهنا العسيله والكونفيتور والورد والماء الورد لازم هكذا نديروها في النار، على اني قيس فقط ما نحلوها فقط، ما تخلوهاش حتى يعني تغلي لكم. شوفوا لهنا البلاطو كيفاش طاب طاب باسم محمر من تحت من فوق، عبالكم راهو هايل. ونجيبوا لهنا ان كوردون هكذا نثقبوها باش دخلنا هذاك الخليط تاع المعجون والعسل والمزهر. عبالكم لا كويزين تاعي راهي بريحه تاع المزهر والكونفيتور والعسيله، واش نقول لكم على البلاطو هذاك اللي طاب الله الله محمر. خليوها تتحمر، ما بالك ديروها على تطيب لكم على السفره، لازم تحمركم من تحت من الفوق. اوكي لهنا شوفوا نديروا هذه العمليه الدورانيه هكذا، باش لهنا نساعدوا العسل ولا كونفيتور والمزهر تتقطرنا وتتشربها. شوفوا لهنا كيفاش تشرب، خليوها على جهه، يعني خليوها على جهه حتى تشرب لكم الكميه اللي درناها. شوفوا لهنا بعد ما شربتني لهنا بالماسو فقط نجيب لا كونفيتور هكذا نلسها فوق باش تجي شابه راقيه. ولهنا حبيبتي لهنا اختياري، تحبي تخليها هكذاك، تحبي لهنا عندي فقط البسكوي بقات لي هكذاك البسكوي، تحنطو هكذا يعني بشويه فقط رقيق، تحبي ديري كاوكاو، تحبي ديري الكوفريت تاني كوفريت مليح تاني تهرسيه هكذا وديريه لهنا اختياري كما قلت لكم، سي فاكولتاتيف كيفاش تحبي. لهنا شوفوا نعطي لكم لاستوس يعني شابه، شوفوا هذاك السياش هذاك تاع الفرن، ولا عندك مشكل في التقطاع كامل شوفوا نعطي لكم. انا يعني نقطع بسم الله ما شاء الله الله اكبر، انا عيني ميزاني، لكن للمبتدئات لهنا عبالكم كل ما عندنا حنكون عندنا فكره ولا يونيدي نحب نبارطاجيها معكم. لهنا جبت السياش تاع الفرن وقطعت هكذاك بسم الله ما شاء الله على حسب الخطوط تاع السياش تاعي. شوفوا لهنا قطعت هكذا صغيره شابه وبنينه بنينه، اكيد راح تعجب لكم. اذا الى فيديو اخر، شكرا. هنا ليمان ستارز حياه من الجزائر مبجايه تحييكم، يعني نحبكم في الله او في الاعزاء. انتظروني في فيديو اخر. سلام، اوغفوار، ميرسي.